تمام، تركز معايا في الاخبار الجايه دي عشان هي اخبار مهمه جدا. بالتحديد احنا هنبتدي باخبار النادي الاهلي واللي بيستعد الفتره دي طبعا لموسم جديد وفتره تحضيريه مهمه جدا بالنسبه للفريق قبل السفر ان شاء الله لاسبانيا فجر يوم الجمعه القادم. لكن الاهم واهم اخبار النهارده بالتحديد فيما يتعلق برمضان صبحي. رمضان صبحي الفتره اللي فاتت لو تفتكروا حضراتكم يوم الاثنين اللي فات ويوم الثلاث بالتحديد كان كلام كتير قوي على رمضان صبحي وان خلاص النادي الاهلي فشل في انضمام رمضان صبحي. الكلام ده كان امتى؟ كان الاسبوع اللي فات، وطلعنا واكدنا لحضراتكم ان المفاوضات لسه ساريه بين ادارتي النادي الاهلي ونادي هدرسفيلد الانجليزي. فبالتالي زي ما اكدنا على حضراتكم وقلنا ان المفاوضات لسه موجوده ولسه في كلام ولسه في تفاوض كبير جدا ما بين الاهلي وهدرسفيلد. الجديد ايه؟ الجديد ان الكابتن محمود الخطيب المشرف على الكره ومسؤول عن كره بالنادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي طبعا كلف المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي ووزير خارجيه النادي الاهلي بالسفر لانجلترا لحسم هذا الملف بشكل سريع. ليه؟ لان الفتره اللي فاتت كان المراسلات والخطابات كتيره جدا ما بين الاهلي وهدرسفيلد وكانت بتاخد وقت كبير جدا، فبالتالي الموضوع اتاخر قوي. وكمان في رغبه كبيره قوي قوي عند النادي الاهلي لحسم صفقه رمضان صبحي، يعني النادي الاهلي متمسك جدا باستكمال رمضان صبحي مشواره مع النادي الاهلي. فبالتالي عشان تحسم الجزئيه دي لا، صفر حد من عندك يخلص الموضوع ان شاء الله باذن الله على خير ويستكمل رمضان صبحي مشواره باذن الله مع النادي الاهلي. لكن في تمسك كبير جدا من النادي الاهلي باللاعب، وده اللي ادى لايه؟ ادى لمطالب ماديه مبالغه جدا جدا من اداره هدرسفيلد الانجليزي، وده اللي شايفه النادي الاهلي مش منطقي. والنادي الاهلي عايز ياخد اللاعب طبعا وعايز يضم رمضان صبحي، بس عايز الامور تبقى منطقيه شويه، الامور الماديه بالتحديد تبقى منطقيه بشكل طبيعي، يعني ما تطلبش مبالغ كبيره قوي قوي مش طبيعيه بالنسبه لانضمام اللاعب، يعني مبالغ كتير. وهو هدرسفيلد طلبوا المبالغ دي ليه؟ عشان عارفين قوي ان النادي الاهلي متمسك برمضان صبحي. لكن في نفس الوقت هي كلها امور تفاوضيه، والنادي الاهلي عايز يخلص الصفقه بمقابل مادي منطقي، يدفع فلوس منطقيه، يعني حاجه تكون معقوله. لعيب كبير جدا والاهلي هيقدره ماديا جدا جدا في الفلوس اللي هيدفعها لهدرسفيلد، بس يكون تقدير منطقي وطبيعي، لكن مش امور مبالغ فيها من قبل هدرسفيلد. عشان كده خلاص تقرر بشكل نهائي سفر المهندس خالد مرتجي مع وكيل اللاعب نادر شوقي لانجلترا خلال ساعات ان شاء الله عشان يحاولوا باذن الله يحسموا هذا الملف، وان شاء الله رمضان صبحي يستكمل مشواره مع النادي الاهلي. رمضان صبحي عقده بينتهي النهارده، عقد الاعاره بينتهي النهارده مع النادي الاهلي. كنا جايبينه اعاره 6 شهور من هدرسفيلد، ال6 شهور خلاص خلصوا النهارده بالتحديد، تخلص 30/6 تخلص اعاره رمضان صبحي. بالتالي ان شاء الله خلال ايام تكون الامور ماشيه بشكل جيد وان شاء الله باذن الله نشوف جديد بالنسبه لرمضان صبحي، وباذن الله يستكمل مشواره مع النادي الاهلي في ظل التمسك الكامل من الجهاز الفني ومن اداره النادي الاهلي بالتعاقد مع اللاعب، وخصوصا ان احنا كلنا عارفين طبعا امكانيات رمضان صبحي ومدى افادته الكبيره بالنسبه للنادي الاهلي سواء ال6 شهور اللي فاتوا او قبل كمان ما يحترف في انجلترا وبالتحديد قبل ما يروح ستوك سيتي. فبالتالي اتجاه كبير وجديه كبيره جدا جدا عند النادي الاهلي، وبناكد لحضراتكم النادي الاهلي ماشي في هذا الملف بشكل كبير، وباذن الله يكون موفق في التعاقد مع رمضان صبحي عشان يكون اضافه لكل زملائه اللي موجودين في النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه.